11 إلى 25 real and unreal condition. الشرط الحقيقي وغير الحقيقي. A real condition leaves unresolved the question of the fulfillment or non-fulfillment of the condition. أنا حطيكم إياها بمعنى يعني أوصلكم إياها بفكرة مالتنا يعني البسيطة كلش. شنو الشرط الحقيقي والشرط الغير حقيقي؟ الشرط الحقيقي معناته إنه أكو احتمالية يتحقق أو ما يتحقق. نترك الاحتمالية إلك. أوكي؟ الأمر لا مستحيل يتحقق. فشريد من عندكم مكتوب هو عندكم أمثلة صفحة 325 مكتوبة real وجوها unreal مطينا مثاليا. الريل مكتوب يمه if he comes I will see him. أريد من الريل تسحب سهم لفوق من كلمة ريل موجودة تسحب سهم لفوق نهاية الصفحة تكتب يمه ممكن أن يتحقق الشرط. واضح؟ والأنريل تسحب منها سهم الأنريل تكتب فوقها لن يتحقق الشرط. واضح طلاب؟ أفسر لكم إياها بعد. الريل مكتوب يمه if he comes I will see him. إذا جاء يعني أنت واقف لباب الكلية تقول إذا أجا راح أشوفه. الشرط ممكن يتحقق يعني فعلا أنت واقف وهو أجا الباب راح تشوفه صح ولا لا؟ وإذا ما أجا ما راح تشوفه يعني يترك لنا الريل يترك لنا احتمالية التحقق أو عدم تحقق. الأنريل يقول if he came I would see him. لو جاي جا شفته يعني بعد بعضها راح أشوفه لن يتحقق الشرط لأن يعني أنت جاي تخبرنا عن شيء ما صار. أوكي؟ هو لو جاي كان شفته أنا. واضح؟ ما يعطينا احتمالية مستقبلية إنه ممكن يحقق الشرط. لا الشرط لن يتحقق. أوضح أكثر بالجملة اللي بعدها. بالريال مكتوبة if she was awake she certainly heard the noise. لو كانت مستيقظة الإف هنا إذا أو لو لها ترجمتين بس ركزي على إذا. إذا كانت مستيقظة هي بالتأكيد سمعت الصوت. هنا يترك لنا احتمال إنه هي كانت نائمة أو قاعدة. إذا كانت نائمة سمعت الصوت وإذا كانت العفو إذا كانت نائمة ما سمعت الصوت إذا كانت قاعدة سمعت الصوت. انتبهوا يا اللي بعده if she had been awake لو كانت مستيقظة ركز لي. يعني هنا هو متأكد إنه هي كانت نائمة. If she had been awake لو كانت مستيقظة she would have heard the noise she سمعت الصوت. إذا هو هنا مثلا متأكد إنه هي كانت نائمة فالشرط لن يتحقق وما راح تسمع الصوت. واضح طلاب؟ عرفتوا الفرق بين الريل والأنريل؟ تمام؟ وإذا جابنا مثل بالامتحان أيضا عندكم الجمل قدامكم. بالنسبة للتحليل ما حاجة أكد هواي عليه بس راح ناخذ لنا جملة على السريع نسوي لها تحليل. If she was awake then she certainly heard the noise. ناخذ if she was awake من ناحية الـ هي هاي subordinate clause حددناها. Structure مالتها شنو؟ finite. لأن سمعتوش قال بين 11 إلى 24 فوق مكتوبة finite adverbial clauses of condition. finite محدد الزمن مالتها. تمام طلاب؟ finite clause. التايب مالتها ايش تكتب عليها؟ تكتب real condition clause. واضح؟ real condition clause adverbial clause. وال الفانكشن تعرفون كلكم قلت لكم عليهن كلهن الادفيربال كلوزز كلهن الفانكشن مالته ادفيرب ادفيرب اوف كونديشن. نكمل بعدها مكتوب بعد الامثله if clauses are like questions تشبه الاسئله in implying uncertainty they tend the sorry therefore to contain non assertive form such as any or ever. خلني اوصلكم فكره بس احتاج تركزوا وياي يعني. احنا ايش قلنا الاف ايش قلنا عليها قبل ما نحكي عن الريل والانريل؟ قلنا الاف تستخدم البوزيتيف مو صح بوزيتيف كونديشن الشرط الايجابي والانلس تستخدم الشرط السلبي. زين انا من اعطيك احتماليه انا هسه بدي اسالك سؤال حتى احنا طبعا بلهجتنا العراقيه نستخدم كلمه مو المو انت تسال شغله وتريد الجواب من عنده بالمقابل على عكس ما انت مثل ما تقول جاي الصيغه. فكر اوضح لكم الفكره اكثر. تبوا يعني
If you ever have any trouble, ناخذ الجملة. If you ever have any trouble, if you ever have any trouble. Let me know. Okay. If you ever have any trouble. هاي الجملة الأولى تشوفون الفوق اللي هي subordinate clause مالتها. يعني تعبيرنا إذا صارت عندك مشكلة اعطيني خبر. يعني راح أجي وأساعدك. أوكي؟ positive condition. positive condition. You ever have any trouble. positive condition. وجواب الشرط مالتي let me know. اعطيني علم يعني راح أساعدك. زين. حتى نستخدم الجواب اللي يكون ايجابي الكونديشن مالته البوزيتيف لازم نستخدم تراكيب نون اسيرتيف غير مؤكده لانه هو محتمل يصير عنده مشكله بس يقول لي if you have any sorry ال ever وال any شنو هي النون اسيرتيف واضح اذا ويا البوزيتيف كونديشن استخدم نون اسيرتيف هيك خذها بالك بوزيتيف كونديشن شو يجي وياها نون اسيرتيف واضح لا هسه يجي شلون بوزيتيف شلون نون اسيرتيف بلين احنا ايش عندنا كونديشن شرطي والاف هي من معناتها بالعربي يقول لو يعني ينطيك احتماليه واضح لا مثلها بالضبط اللي عندنا هنا المو انه انت تريد شيء ياكد كلامك واضح فاحنا نستخدم تراكيب الغير مؤكده حتى نحقق بوزيتيف على عكسها الانلس شنو هي يقول causing beginning with unless on the other hand شو يستخدم normally contain assertive forms الانلس اللي هي شنو نيجاتيف مو قلنا نيجاتيف من ساعه نيجاتيف كونديشن ايش تستخدم assertive forms واضح مو شوف المثال قدامنا موجود اللي هو شنو؟ I won't phone you لن أكلمك okay? unless something unforeseen happens. إذا هنا تستخدم something و something شنو قلنا؟ assertive forms. واضح الطلاب؟ إذا بالامتحان جاب لنا هاي الجملة. If you ever have any trouble ومستخدم بدل ال if unless. شنو راح تقول لي خطأ correct صح شلون صح لأن أنت تنتبه إنه unless negative condition تأخذ assertive forms لأن شنو الأبر والأني non assertive okay فلازم صححها شيل unless ونخلي مكانه if أو يجيبها بالعكس هو ما يجيبها ما يجيبها مثل قلة بس شي يجيبها correct واضح طلاب ركزوا على هاي المعلومة أيضا نروح من إلى 11 إلى 26 clauses of كونسيجن طبعا اكو معلومات هواي بعد موجوده اللي هي بال 11 الى 25 ولكن اختصرت قدر الامكان يعني معلومات بسيطه ما قلت لكم ما اتعمق بالماده 11 الى 26 clauses of concision اذا شنو هسه رجعنا لمن للجمل المتباينه اوكي او جمل اختلافيه Clauses of concision are introduced chiefly by إذا نضيف عندنا أدوات جديدة نرجع من الكون سيجن أوكي شو عندنا في المثال شخذنا ألفو مو تنسونه ألفو هذه جت وياها سوري هذه جت وياها شنو بعد يقول by تو بعد and formal verbs also include while whereas okay اذا ايش عندنا بعد while بعد whereas عرفت اللعب وكذلك even if and occasionally if تبغوا يعني even if
اف، بس طبعا ايفن اف اذا لقيتها بالجمله وعندك تيجي تحلل التايب مالتها لا تقول عليها كوزيشن، سوري كلوز اوف كوزيشن، لا اكتب كونديشنال كوزيشن كلوز. اوكي، وكذلك الاف، هنا عندنا مشكله بالاف هسه راح اوضح لكم اياها. هذين الادوات شوفوهن نستخدمهم من الكونسيشن. ندور الصفحه عندنا جمل موجوده، طبعا خلي ببالك انه الكونسيشن تعرف كلمه الكونسيشن العفو الجمله مالته تعرفها من خلال انه الجمل اطرافها متناقضه. نقرا الجمله شو تقول؟ No goals were scored. صفحه 326. No goals were scored، لم يسجل اي هدف. So it was an exciting game. لذلك هي كانت شنو؟ مباراة ممتعة. زين تعال، هو ماكو جوال، شلون مباراة ممتعة؟ اكو تناقض. واضح؟ لذلك شو اسمي هذا التايم؟ كونسيجن كلوزز، اللي هي الجمل المتباينة والأداة اللي تدل عليها اللي هي الثو، شوفونها؟ والثو اللي هي الثو، it was an exciting game، اللي هي شنو هسه هنا؟ subordinate clause. اوكي. المثال اللي بعده مستخدم ortho، واللي بعده whereas، واللي بعده even if. نجي للجملة الأخيرة. If he was poor, at least he is honest. اكتب الجملة. If he was poor, at least he is. اي انا عندي الجملة honest. نجي شيل خل الاف، الاف تذكرون ايش قلنا ايش بيها؟ انه تكون البوزيتيف كونديشن، كذلك انه يكون الجمله جواب الشرط مرتبط بالشرط. He is poor, at least he is honest. فقير، اذا هو صادق. يعني ماكو ربط بالموضوع، ماشي؟ يعني ماكو هذا فوق الاجابه على الصدق والهذي، فالجمله متباينه. لذا هنا الاف مو كونديشنال، اجت بمعنى ثو. ماشي طلاب؟ الاف هنا اجت بمعنى ثو. نستخدم ثو هي واز بور، ات ليست هي از اونست. واضح طلاب؟ اذا هنا اجت شنو بمعنى ثو؟ اذا هاي الاف هنا مو كونديشنال، لا تعتبر شنو؟ كونسيجن كلوز. واضح طلاب؟ اكو ملاحظه قبل الملاحظه جوا الجمل مكتوب نون فانايت اند فيربلس كلوزز. اكتب وياي اوف كونسيجن. اذا هسه الجمل كونسيجن كلوزز نقدر نجيبها بالستركشر مالتنا ايش موجود؟ موجود شنو؟ نون فانايت. واضح؟ مو كل فانايت، اكو به نون فانايت. بس شو يقول؟ كمل الملاحظه. Introduced by conjunctions but not by whereas. يعني ذن الادوات although though while or even if or if يجن بالجمل الكونسيشن كلوزز تكون جمله نون فاينايت ما عدا هذه الاداه وير از. واضح؟ الوير از اذا اجت بالجمله راح تكون فاينايت. واضح طلاب؟ طبعا ناخذ مثال. So a young man هاي subordinate clause العفو structure مالتها نون فاينايت مو؟ لا مو نون فاينايت. طب وياي تو a young man ماكو فعل اصلا، اذا structure مالتها شنو؟ verbless clause. اوكي verbless. التايب مالتها شنو؟ concision clause adverbial clause. الفانكشن مالتها مثل ما وصلت قلت لكم adverb of concision. وبطن امثله بعد موجوده ولكن ما عدا وير از. انتبهوا انه كلمه وير از ما تجي ويا الفاينايت. يعني مثلا هاي الجمله كتب عليها وير از ا يونغ مان تكتب له خطا. ليش؟ لان وير از ما تجي ويا الفيربلس وما تجي ويا الفاينايت، تجي بس ويا الفاينايت. واذا تشوفون الجمله الثالثه فوق مكتوبه وير از جون سيمز راذر ستوبد، هي هاي السبورديت مالتنا. ايش بيها؟ وير از جون سيمز، اذا هنا سيمز فعل مضارع زمن مضارع البسيط ماخذ اس شخص، يعني مثل ما تقول فاينايت، لان وير اس بس وير فاينايت، اما البقيه